سر من الأسرار أبويا وحد كترين أنا عفش بت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا اليوتيوب. أجمل الفيديوهات الترند، ملك الترند محمد رمضان، ده آخر فيديو نزله من حلاله ومن ماله ومن تعبه ومن شقاه زي بعض المتابعين ما قالوا. ما شاء الله عليه بيغسل سنانه بمعجون 24 قراط فحم، وكمان الفرشة مطلية بالذهب. مبروك عليك يا عم. أما اللي أقرب منه فالفيديو الجاي، الجزء من الفيديو الجاي ده معجزة. الست المحترمة دي قلبها وقع منها الفستان بتاعها، هي في الدور التاسع، فالشقة اللي تحت منهم في الدور التامن ما بتتفتحش، مقفولة. راحت منزلة ابنها بالحبل زي ما احنا شايفين عشان يجيب لها الفستان. انا مش عارفة جابت الاعصاب دي منين. اما اطرافهم فالفيديو ده، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم. هذا الرجل سارق، مهمته ان هو يسرق هذا المدر، فطلع المسدس، وهو بيطلع المسدس ضغط على الزناد بالغلط، جات الرصاصه في رجله، راح واخد بعضه وماشي. وهذا من فضل الله على هذا الشاب الجميل المحترم اللي واقف بيسعى ويتعب ويكد عشان يحصل على اجره، وبرضك رزق الغلبان اللي كان مستخبي ولا الرفوف ده. يا ترى لو انت تعرضت للموقف ده هتعمل ايه؟ لا تنسى ان تضع لايك وتشترك في القناه، والى اللقاء.